ده كل اللي حصل بيني وبينه. يا جماعه صلاح بيتو كده انا عارفه كويس، وجو الحنيه اللي هو عامله ده مش داخل عليا خالص. وبعدين هو حقاني صحيح، بس ما يعرفش ابوه في الشغل، والدنيا مقلوبه عليه بسبب ان هو مش عارف يجيب سليم. والعمل ايه بس يا ابني؟ والله في رايي افتكر ان احنا المفروض نكمل في اللي احنا ماشيين فيه، على الاقل نعدل الدفه شويه. عارفين ممكن نعمل ايه كمان؟ ايه؟ نجيب البنت اللي سليم انقذها من الاغتصاب في المقابر، نعمل لها فيديو مع الفيديو بتاع حنان. دي هنجيبها منين دي؟ لا ما تقلقيش، انا عارف اتصرف في الموضوع ده كويس. تفتكر يا ابراهيم سليم سابك وهرب بعد ما عرف ان انا كشفتكو؟ ازاي بس يا انسه هدى؟ هو لو نيته يهرب كان هياخد معاه الشيخ صالح. ليه لا؟ ممكن يكون خد معاه الشيخ صالح علشان يهربه من الكمين، عشان ابويا عارف الطرق هنا كويس، وبعد كده هيسيبه ويهرب، ما هو ظابط. لو مؤاخذه عني في دي الكلمه يا انسه هدى، هو انت ليه مش طايقه سليم بيه وقرشه ملحته كده؟ عشان ظابط يا ابراهيم، وانا ما بحبش الظباط، بالذات لو جبابره زي صاحبك. طب يعني هو انت ليه مش مصدقاه رغم ان والدك الشيخ صالح مصدقه؟ والدي راجل طيب قوي، بيحب الناس، كل الناس يا ابراهيم، وياما حصل له مشاكل بسبب طيبته دي. طب وانت ليه ما طلعتيش زي والدك؟ عشان انا شفت المشاكل اللي حصلت له من الناس بسبب طيبته. يعني انت لسه مش مصدقه سليم بيه لحد دلوقتي؟ معرفش، ممكن يكون اللي قاله ده حصل فعلا، بس هو زي كل الظباط، ممكن يكون لامم نفسه عشان المصيبه اللي هو فيها دلوقتي، انما صدقني اول ما يخرج منها هيرجع انيل من الاول. اللي صحيح هو انت عرفتينا ازاي؟ من الفيسبوك، اصل انا متابعه قصه زياد الله يرحمه من الاول. الله يقطع الفيسبوك وسنينه، والله ما مودي الناس في داهيه غير الفيسبوك واللابتوب والبلاوي السودا دي. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابراهيم؟ ده بيجيب لك الدنيا كلها وانت قاعد، بتعرف كل حاجه بتحصل وانت قاعد في مكانك، سياسه، فن، طبخ، كل حاجه. يكون ايه يعني، ده قناه اخبار يعني ولا جراب الحاوي؟ تقدر تقول كده. بص مرين. في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ لا اله الا الله، حاجة تقطع القلب. أنا مش عارفة آخرة النيلة الإرهاب ده ايه؟ حبيبي يا أشرف. سليم، وحشتني يا سليم. انت كمان وحشتني قوي. طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله عايش. وحد الله يا ابراهيم، ده مات شهيد يا راجل، هو في حد طايل؟ ادعي له بالرحمه. مسكينه نور اختي، ترى عامله ايه دلوقتي؟ احنا كنا خلاص هيخلص جيش ونجوزهم ونفرح، بس الزهر بقى مكتوب علينا الحزن. مش هينفع اللي انت بتقوله ده، ده ابتلاء من ربنا ليها. خطيبها مات شهيد وانت في نفس الوقت بعيد عنها، ودلوقتي معاها ربنا اللي احسن من الكل. رايح فين يا ابراهيم؟ رايح فين يا ابراهيم؟ انت رحت فين؟ هحكي لك على كل حاجه بعدين، المهم دلوقتي انا عايز منك حاجه ضروري. قول لي. انا عايز تليفون زياد. تليفون زياد مقفول، وطول ما تليفونه مقفول ما نقدرش نعرف مكانه فين. عارف، بس هيتفتح قريب. ازاي؟ دي بقى شغلتي، بس اول ما يتفتح عايزك تعرفي لي مكانه فين وتبلغيني على طول. وانا هبلغك ازاي؟ هبقول لك تكلميني على اني نمره. حاضر. انت كويس يا سليم؟
والله يا فريد انا نسيت كويس ده عامل ازاي، عشان كده مش عارف انا كويس ولا لا، بس كل اللي اعرفه ان انا مش هينفع افضل كده، لازم الاقي حل بسرعه. احنا كلنا مستكتين وان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر الحقيقه قريب. انا بس مش عارفه اعمل ايه مع اللي اسمه صلاح ده. ما تعمليش، انا اللي هعمل. سليم انت ناوي على ايه؟ ما تخافيش يا فريد مش ناوي على حاجه. المهم دلوقتي طمنيني، امي وسلمى عاملين ايه؟ كويسين يا حبيبي الحمد لله. اطمن. اطمن. انت مش عارفه قد ايه وحشوني. اسمعني بقى كويس، لازم امشي. تمشي؟ هو انت لحقت تقعد؟ معلش يا فريده، احاول اجي لك تاني قريب. امي دلوقتي ركزي معايا عشان تعرفي لو حصل حاجه توصلي لي ازاي وتكلميني على ايه. وبعدين بقى شيل الشغل العيال بتاعك ده. والله لو حركات العيال دي اللي هتخليكي تنزلي وتشوفيني انا مستعد اعملها لك على طول. قلت لك اعصابي تعبانه، رحت اقعد عند ماما كام يوم، رحت انت برضه جاي لي في اول يوم. اعمل ايه يا انجي؟ وحشتيني. يا سلام. والله العظيم وحشتيني. من ساعة ما نزلت من البيت وانت وحشاني. لو وحشتك بجد ما كنتش هتزعلني. مش هتخليني اسيب البيت وامشي. حقك عليا. والله ما زعلك تاني قوي. انت كل مره بتقول نفس الحاجه وترجع تزعلني برضه. لا المره دي انا جايب معايا دليل. ايه رايك بقى؟ مصدقني؟ هحاول اصدقك. بس عارف لو زعلتني تاني هعمل فيك ايه؟ مش هيحصل. ها تحب بقى نروح نسهر في حته ولا نروح على طول؟ الامر ده بس. يا اخويا ما تروق كده، هو في ايه ده كله؟ وبعدين ما هو المحامي بردك عنده حق، ما يهرب ولا غرفة 60 داهية، هو يعني كان بإيده إيه يعمله؟ ما تبقيش غشيمة يا صفاء وقال الكلام، المحامي ده واحد من البهوات زيه زي حماد ولطفي، يعني ما يهموش غير نفسه. ولو عليه ولا طايقني ولا طايق سيرتي حتى، تلاقيه كمان صعبان عليه نفسه، إن الدنيا جبرته إنه يتعامل مع واحد زيي. ليه يعني يا أخويا؟ ده أنت سيد الناس كلها. ده عندك أنت بس يا صفاء. لكن الناس دي زيها زي سليم الأنصاري. لو طالوا يخلصوا مني هيخلصوا مني في ساعتها، دولاش بس انا ماسكهم من رقبتهم بالفيديو اللي على تليفون الواد. خلاص شايل الهم ليه بقى؟ اللي مش شايل الهم هو سليم. ظابط وعامل زي القطط بسبعة ارواح. وكل ما افتكر ان انا قاعد كده ومعرفش هو بيدبر لي ابقى هتجنن. يا اخويا ومين عارف؟ مش يمكن وهو عمال يتنطط يمين وشمال كده تجيله مصيبه تاخده، ولا حتى ربنا ياخد اجله وخلصنا منه. سلامة صفصف. كأنك دخلت جوه دماغي يا بنت وعرفت انا بفكر في ايه. فعلا الموضوع ده تمام، وان سليم يقابل وجه كريم. وده بقى ان شاء الله هنعمله ازاي؟ هنفضل ندعي عليه لغايه لما ربنا ياخده ويموت؟ احنا لازلنا دعاء لا بيحل ولا بيربط يا صفصف، بس سليم لازم يموت عشان يشم نفسنا ونرتاح من الهم ده. يوه وهيموت ازاي بس فهمني؟ هيكون اغلى من اللي راحه، يعني هيبقى اغلى من الرفاعي. أنا كده كده شايل دم. لا يا زنيتي بقى، لحد كده بقى يا أخويا وكفاية، كفاية قوي. مش كفاية، لسه فاضل تكة. سليم يموت ويبقى جم فورة. بس المهم دلوقتي ألاقيه إزاي؟ مين هيدلني عليه؟